السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابين تعرفوا أكتر عن الزراعة المنزلية، عن فنون الزراعة المنزلية، عن الأدوات المستخدمة داخل حديقة المنزل لإنتاج الخضر وإنتاج محصول وفير إن شاء الله تعالى؟ سنكون معكم من خلال خط اتصالات هاتفية مخصص لكم، بحيث نجيب على كل استفساراتكم المتعلقة باختيار الأصناف، بالبذور، بالشتول، بالري، بالتسميد، بالمكافحة الحيوية أو الكيميائية للحشرات التي تصيب النباتات. معكم إن شاء الله خطوة بخطوة من خلال هذا الخط الهاتفي، خط الاستشارات الزراعية الذي خصصته حديقة القرآن النباتية للمجتمع، للإجابة على كل ما يدور في أذهانكم من استفسارات خاصة بالإنتاج الزراعي داخل المزرعة المنزلية. ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى موسم زراعيا وفيرا بالإنتاج إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.